نرجع تاني نكمل الدوائر اللي احنا كنا بناخدها دي. دايره الدايره معينه هو عايز مني اجيب الار 7 والفي 7. نرسم الدايره فيها فولتج سورس وكرنت سورس وثلاث مقاومات. هنعمل مشروع جديد نيو بروجكت، بعدين اكتب اسمه، بعدين كرييت ا بلانك بروجكت. اوكي، من المكتبة اختار ار، ادي مقاومة، اتنين، تلاتة، تلات مقاومات. وبعدين current source و voltage source. current source IDC موجود هنا، voltage source VDC موجود هنا. موضوع الزوم دوت، في هنا اربع زراير. اول زرار دوت بيخليني اعمل زوم ان على عنصر معين او منطقة معينة اللي هي نص الدايرة، نص الشاشة، بيعمل زوم نص الشاشة. ودوت بيعمل زوم اوت برضو من نص الشاشة. ده بيعمل زوم على selected area، يعني بختاره كده وبعدين اختار منطقة معينة يعمل لي عليها زوم. دوت الاخر مربع دوت المفروض ان هو بيعمل زوم على كل العناصر اللي موجوده في الدايره، بيظهرهم في الشاشه. عشان كده تلاقيني كل شويه ادوس عليه عشان يظهر لي كل العناصر في الشاشه وبصوره اوضح يعني. بس نرجع للدايره، المفروض الكرنت سورس اتجاهه لفوق والفولتج سورس موجب ناحيه اليمين والسالب ناحيه الشمال. ادي الكرنت سورس، اتجاه الفوق، والفولتج سورس البوزيتيف ناحية اليمين، البوزيتيف ناحية اليمين والسالب ناحية الشمال. والمقاومات، معلش الرسمة مش واضحة، المقاومات في مقاومة متوصلة توازي مع الكرنت سورس والتانية بعدها. فهنلف المقاومة دي ونجيبها هنا كده، المقاومة دي هنا. والمقاومة دي هنا. كده بقت أوضح. تمام. نحدد قيم الحاجات ديت، اتنين الكرنت سورس اتنين أمبير. خلاص اتعلمنا بقى من هنا، نكتب اتنين على طول. والمقاومة ستة اوم واللي بعدها تلاتة اوم، ستة اوم ودي تلاتة اوم. والمقاومة اللي فوق اتنين اوم. الفولتج سورس قيمته ستة فولت. نوصل، نجيب سلك، وبعدين المقاومة توازي مع الكرنت سورس، وبعدين الفولتج سورس متوصل، وصلها زي ما هي موجودة في الرسمة بالظبط. ونحدد الأرضي، حددنا الأرضي كده اللي هو الجراوند أو الصفر سورس. بعدين هو عايز ال V open circuit أو ال V 7 على الجزئين اللي هو A و B. فأنا عشان أجيب ال V open circuit المفروض هجيب أشغل الدايرة عادي، أعمل نيو سيميليشن بروفايل، وبعدين أختار البيس بوينت عشان يجيب لي جهود النقط ديت، وبعدين أطرح جهد النقطة دي
من جهد النقطة دي. هو ليه ما خدناش ال جهد النقطة دي؟ لأن أصلا دي open circuit، ولما دي هتكون open circuit احنا عارفين في السيركت في ال من دراستنا للسيركت يعني ان لما يبقى دي open circuit مفيش تيار هيمر في المقاومة ديت، فكده كده مش هتكون معانا، مش هتكون معانا في الدايرة. فالفولت اللي هنا هو الفولت اللي هيكون بين الطرفين دول، الفولت بين الطرف ده والطرف ده هو الفولت بين الطرف ده والطرف ده. عشان كده هنعمل new simulation profile اي اسم، وبعدين من الضبط بتاعه هختار البيس بوينت وبعدين اوكي واشغل الدايرة. هو هنا قايل لي في خطأ، لان في طرف من اطراف العناصر في الدايرة مش متوصل بحاجة، وهو طرف المقاومة دي. طيب احنا قلنا اصلا ان المقاومة دي كده كده هي مش معانا في الدايرة دلوقتي، لان هي مش هيمر فيها تيار، فممكن نمسحها مؤقتا عشان نتلاشى الخطأ ده. وبعدين نشغل الدايرة. جاب لي قيمة جهد النقطة دي 6 فولت. 6 فولت ناقص الفولت اللي تحت اللي هو 0، يبقى كده جهد ال في اوبن سيركت او ال VAB هيبقى 6 فولت. تمام كده جبنا ال V7 6 فولت. بعدين نجيب ال R7. هنقفل الرن وبعدين نجيب ال V7. نجيب ال R7. هنجيب ال R7 ازاي؟ دكتور سعدي الترم اللي فات قال لنا ان احنا عشان نجيب ال R7 بنشيل الفولتج سورس ونحط مكانه شورت سيركت، والكرنت سورس بنعمل عليه اوبن سيركت. فالكرنت سورس عشان نعمل عليه اوبن سيركت هنشيله من الدايره خالص. والفولتج سورس هنمسحه برده ونحط ونوصل مكانه شورت سيركت كده، ونرجع المقاومه اللي كانت هنا. كانت قيمتها 2 اوم. دي المقاومة اللي رجعناها وخلاص عملنا شورت سيركت على الفولتج سورس. عشان نجيب ال R7 كنا بنعمل ايه؟ دكتور سعدي قال لنا بنحط فولتج سورس على الطرفين اللي انا عايز اجيب عندهم ال R7 واحسب التيارات اللي بتمر في الدايره، وبعدين احسب التيار منها، احسب التيار اللي خارج من الفولتج سورس، يبقى كده عندي التيار اللي خارج من الفولتج سورس، والفولت بتاع الفولتج سورس نفسه هقسم الفولت على التيار هيدينا ال R7. هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. نجيب فولتج سورس VDC ونحطه بين الطرفين دول، الطرفين اللي انا عايز احسب عندهم الفولت. قيمة الفولت دوت هحددها اي قيمة، لان هي اصلا هتتناسب مع التيار، يعني لو زودت قيمة الفولت ده التيار هيزيد، لو قللت قيمة الفولت ده التيار المسحوب منه هيقل، بحيث ان هو لما اجي اقسم الفي على الاي هيديني قيمة ثابتة اللي هي قيمة R7. فهضيف الفولت دوت مثلا 15 فولت، واجي اعمل احدد الجراوند. هو متحدد، هو موجود الجراوند اهوت النقطة دي. اشغل الدايرة عن طريق البي سبايس، وبعدين اختار البيس بوينت، وبعدين اشغل الدايرة. وهظهر التيارات المسحوبة من الدايرة، فهيجيب لي التيار اللي خارج من من الفولتج سورس دوت قيمته 3.75%. لو جينا قسمنا الفولت بقى اللي هو 15 على 3.75% هيدينا قيمة الايكوفالنت سيركت اللي هي R7 ب4 اوم. بس خلاص كده المثال خلص، جبنا R7 وجبنا V7 اللي هو كان ب6 فولت.
وده اللي مطلوب منا في الدايرة. بس نيجي بقى دي كده المحاضرة الأولى للأوركاد خلصت. نيجي ندخل المحاضرة التانية بتاع الأوركاد، كان فيها ايه؟ أول حاجة الكابلينج، هي دي مسألة الكابلينج. ازاي هنعمل كابلينج؟ نيجي نرسم الدايرة، هنعمل دايرة الكابلينج. انا اعملها وحافظها على الجهاز عندي، فهفتحها على طول. دي دايرة الكابلينج، هنعرف نرسمها ازاي. دول الدايرة دي عبارة عن عايز اعمل كابلينج بين اتنين كويل عشان انقل التيار، هنقل الفولت من جهة لجهة تانية عن طريق الماجنتيك فيلد. فهجيب في ساين فولتج سورس بيديني ساين ويف، هجيبه من قائمة من هنا وبعدين اسمه في ساين، اهو في ساين موجود في السورس اهو، هجيبه واوصله، هوصله في الدايرة زي ما هو متوصل كده، بس انا هشرح على دوت يعني. المفروض في ليه ثلاث قيم انا بحددهم والدكتور هو اللي بيديهوني. الفي اوف اللي هي الدي سي فاليو بتاعته بختارها صفر عشان ما يعملش شيفت للساين ويف، يعني ما تبقاش مرفوعه على دي سي. والفي امبليتيود اللي هي الماكسيمم فاليو، اللي هي الماكسيمم اللي هي البيك فاليو، بحددها بكتبها 380 380. والفريكوانسي اللي هو التردد 50 هرتز. بس كده حددت الفي ساين والبيانات بتاعته، وبعدين بوصله في الدايره زي ما هو متوصل كده، وبعدين بجيب مقاومه ار واضيفها كده. مقاومه بتبقى قيمتها 1 كيلو او اي قيمه تانية مش مشكله، بس هي بتبقى مقاومه بتعبر عن قيمه مقاومه الكويل. مش احنا عارفين في الماشين ان الكويل بيبقى ليه مقاومه وليه اكس ال او ممنعه، الممنعه الحسيه ومقاومه ماديه، مقاومه الكويل نفسه. فبعبر عن قيمه المقاومه ديت بالار دي، تمام، اللي هي موجوده في الرسمه هنا. ادي الفي ساين وادي المقاومه وادي الكويل. الكويل برضو بجيبه من البارتس هنا اسمه ال، اها بيبقى موجود في مكتبه الانالوج اسمه ال، اها بينزل بقيمه اساسيه او القيمه الديفولت فاليو بتاعته تبقى 10 مايكرو هنري. بقى لي طرفين، طرف واحد واثنين متسميين، بينزلوا متسميين. انا عشان الفه كده مثلا اعمل له روتيت، فكده هو كاني عملت ده. طيب عشان الفه زي ده بلفه ثلاث مرات، كده بقى شبه ده. احطه هنا واوصله بالمقاومه زي التوصيلات الموجوده في الدايره دي عادي، واجيب ال2 وبرده بينزل بالديفولت فاليو بتاعته ولي ارقامه 1 و2 اللي هي ارقام الاطراف بتاعته، وبعدين دي مقاومه الكويل وديت الار لود اللي هي المقاومه بتاع اللود. المفروض ان انا لما اوصل ترانسفورمر بوصله على لود، فدي الار لود. طيب انا دلوقتي عملت الدايره اهيت، طب ازاي البرنامج هيعرف ان انا عايز اعمل كابلنج بين الملفين ال L1 و L2 ده؟ هو مش اي ملفين في الدايره يروح عامل لي بينهم كابلنج. فبجيب جهاز كده اسمه كيلينير، هو جهاز بيبقى موجود لوحده كده، وظيفته بس هو بيبقى موجود في الدايره عشان يعمل الوظيفه بتاعته اللي هو يعمل كابلنج بين الاثنين دول. بجيبه برده من المكتبات اسمه كيلينير، اهو ده الرمز بتاعه،
اها كلينير. يعني ليه ليه انا بجيب البتاع ده؟ يعني لو تخيلناها كده ان انا بجيب دوت عشان اقول يعني كاني بجيب شخص واقول له امسك الملفين دول كده عشان ايه يبقوا قريبين من بعض فيحصل بينهم كابلنج بالماجنتيك فيلد. هي دي وظيفة الكلينير يعني. طيب عشان احدد له بقى ان هو يعمل كابلنج بين ملف L1 وL2 بحدده ازاي؟ بفتح الكلينير دوت بدوس عليه دبل كليك عشان يفتح لي صفحة البروبرتيز بتاعته، واجي عند ال L1 وال L2 بكتب له اسماء الملفات. يعني انا عندي 2 كويل كده، عندي الكويل الاولاني اسمه L1 والكويل التاني اسمه L2. هفتح الكلينير واكتب له في ال L1 يعني الكويل رقم 1 اللي انت هتعمل له كابلنج اسمه L1 والكويل رقم 2 اسمه L2. بس هو ده اللي انا بحدده في الكابلنج في الكلينير كده. خلاص انا عملت ربط بين الملفين دول L1 وL2 بالكلينير. بحدد طبعا الارضي او الزيرو سورس، وبعدين بحدد نقطة. انا همسح النقطة دي عشان ما عملناش قبل كده. بحدد نقطة هنا على طرف اللود عشان لما اجي ارسم علاقة الفولت مع التيار مع الزمن اقول له ارسم لي علاقة الفولت اللي عند النقطة دي اللي عند النقطة دي. فبحدد النقطة دي ازاي او بكتب النقطة دي ازاي؟ باجي من عند ال NI ديت اللي هي place net alias. بضغط عليها وبعدين بيفتح لي كده بيقول لي سمي النقطة اللي انت عايز تسميها. بقول له مثلا اسمها ايه، اي اسم اختاره. وبعدين بي 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 لما ادوس له اوكي بيجيب لي مربع كده يقول لي اختار بقى النقطة اللي انت عايز تسميها. فبروح عند النقطة اللي انا عايز اسميها ديت وبكتب بضغط عليها كده، خلاص كده سمى النقطة دي. اعمل بقى simulation profile من PSPICE. New simulation profile، اكتب اي اسم coupling بعدين اختار له التايم دومين لان انا هشتغل عايز ارسم علاقة الفولت مع الزمن. في التايم دومين المفروض انا بخليه يشغل الدايرة لغاية زمن معين، ولما يشغل الدايرة عند الزمن دوت يبدأ يرسم لي علاقة الفولت في خلال الزمن اللي هو شغاله ده. فهو هنا run to time هو ده الوقت اللي هو بيشغل عنده الدايرة دي. المفروض عشان اظهر ده عشان اظهر الفريكوانسي الساين ويف اللي هي الفريكوانسي بتاعها ب 50 هرتز او 50 سكند 50 زبزبه في الثانيه، فبحدد له التايم انترفال بتاعته مثلا 50 يعني 50 ملي ثانيه بحيث ان هو يظهر لي عدد موجات معينه في الشاشه تكون واضحه قدامي. وبعدين ادوس اوكي وبعدين اشغل المعمل ده اللي هو البي سبايس اللي هو سيميليشن بروفايل. شغله واظهر لي هيجيب لي شاشه السلسكوب، احنا عارفين الشاشه دي. وبعدين هقول له من قائمه تريس اد تريس، اختار من اد تريس الفولت اللي على احنا محددين له نقطه هنا الفولت اللي على ايه عشان يرسم لي علاقه الفولت اللي هو الفولت اللي عند ايه ده. فاقول له في اي. لما بضغط على في اي كده شايفين تحت كده في تريس اكسبريشن اللي هو الحاجه اللي انا هعمل لها بلوت اللي انا هرسمها. هرسم الفي واحد، الفي عند ايه؟ لو اخترت حاجه تانية كده هيكتبها جنبها، فكده هيرسم الفي عند ايه والفي عند الار 2. بس انا مش عايز الا الفي عند ايه، الفولت اللي عند ايه بس، فانا مش هكتب الا الفي عند ايه بس. وبعدين ادوس اوكي اهو راح رسم لي الساين ويف بتاعت الفولت اللي على اللود اللي على اللود هنا. وقيمه الفولت هنلاقيها بالمايكرو فولت. لو جينا بصينا هنا كده هنلاقي 800 مايكرو فولت اقصى قيمه، فهو تقريبا هنا تبقى من 400 ل 800 يبقى دي 600 مايكرو فولت. طب القيمه صغيره كده ليه؟ لان الهنري او الاندكتنس بتاع الكويل زي صغيره جدا بالمايكرو هنري،
وكمان فالقيمة قيمة الفولت اللي خارج أو اللي منقول من السورس من البرايمري السكندري قيمتها قليلة جدا. فطب أنا عايز أزود القيمة ديت هعمل إيه؟ هو أنا في المعمل الدكتور مش هيطلب مني قيمة معينة يعني، بس أنا للزمن ممكن أغير القيمة ديت عن طريق إن أنا أغير قيمة الاندكتنس بتاع الكويل، اخليها مثلا بالملي هنري، وكذلك الامر هنا اخليها بالملي هنري. بس اوكي كده غيرت قيمة الكويل الاولاني والتاني. اشغل المعمل simulation profile وبعدين اقول له من قائمة add trace. لو خدنا بالنا من الرمز ده هو الرمز ده، فانا بدل ما كل مره ادخل قائمه تريس وبعدين اد تريس، لا هي موجوده هنا على طول، ادوس على اد تريس فهيجيب لي المربع على طول اللي هو انا بختار منه الحاجات اللي انا هعمل لها بلوت. اختار الفي عند واحد وادوس اوكي. القيمة كانت بالمايكرو فولت الأول، دلوقتي بقت بالملي فولت لأن أنا زودت الاندكتنس بتاعة الكويل من 10 مايكرو ل 10 ملي، فالفولت اللي هو اتنقل على السكندري اتغير من 600 مايكرو فولت ل 600 ملي فولت. أزود تاني أخليها مثلا بالهنري، مع ان 10 هنا دي قيمة كبيرة جدا. وبعدين اشغل المعمل تاني وبعدين اقول له add trace، اختار الفولت اللي على ايه وادوس له اوكي. الفولت دلوقتي بقى 100 فولت، الفولت اللي اتنقل من البرايمري للسكندري 100 فولت، هو كان 380 فولت بقى اتنقل بقى 100 فولت. لو ملاحظين ان هو ظاهر لي على الدايره هنا 0 امبير 0 فولت 0 امبير، كل حاجه 0 0. طب ازاي هو احنا موصلين فولتج سورس قيمته متغيره ساين ويف، فالقيمه بتتغير من 0 لغايه 380، بعدين من 380 لغايه 0 تاني، وبعدين من 0 لسالب 380 وهكذا. طب هو مش هيقعد يغير لي قيمه الفولت والتيار مع التغير اللي بيحصل في الدايره، لان هي كده القيم دي هتلاقيها عماله تقلب 0 1 2 3 لغايه 380 وهكذا لغايه ما تنزل تاني يقعد يغيرها، فمش هينفع يقعد يعمل الكلام ده. فهو بيظهر لي اول قيمه بتظهر على طول بيظهرها على الدايره، وبعدين خلاص بي بي بيسيب لي بقيه القيم تظهر لي على الجراف. فلو انا عايز اجيب قيمه عند وقت معين او بعد مرور زمن معين بتظهر على الجراف. بس كده دي دايره الكابلنج. هو بس الدكتور عايز يشوف الساين ويف ديت وخلاص. شكرا على كده. نيجي الدايرة اللي بعدها، برضو الدايرة سهلة ان شاء الله، انا عاملها وحافظها برضو على الجهاز. دايرة الثري فيز، عايز ارسم دي دايرة الثري فيز، عايز ارسم الشكل التلاتة فيز في التايم دومين. بعمل الدايرة دي ازاي؟ اهي دي دايرة الثري فيز، بعملها ازاي؟ نفس الفي ساين اللي احنا مستخدمينه من شويه في الدايره اللي فاتت برضه هو هنستخدمه هنا. الفي ساين بجيبه من هنا بعدين في ساين من السورس، هو برضه ليه ثلاث قيم بحددهم زي ما قلنا، الفي اوف
صفر، والفي امبليتيود 380، والفريكوانسي 50 هرتز. القيم دي الدكتور بيدهني، لو ما ادهنيش بكتب اي قيم من عندي، اوصل الثلاثه كده وبعدين اوصل احط ثلاثه في ساين واحدد نفس القيم ليهم، الفريكوانسي 50 50 والامبليتيود الفي امبليتيود 380 380 380، والفي اوف بصفر، وبعدين اوصل الثلاث اطراف السالب ليه ببعض، يعني اوصل ستار هوصل الاطراف السالب ببعض، وبعدين الاطراف الموجب هحط عليها حمل لود، هنعمل مقاومات هيبقى 100 اوم مثلا، واوصلهم باسلاك برضو عادي، وبعدين اطراف المقاومات اوصلها بالنيوترال اللي هو الارضي او الصفر يعني. ممكن اوصل برضو الطرف دوت بالارضي، وصلت الثلاث اطراف دول بالارضي اللي هو النيوترال يعني. وبعدين بعد ما حددت القيم قيم المقاومات ووصلتهم، بحدد الثلاث نقط اللي بعد الفي ساين على طول، عشان لما اجي ارسم العلاقه اختار له الفولت اللي على اي واحد والفولت اللي على اي اثنين والفولت اللي على اي ثلاثة. رسمت الدايره، هعمل سيميليشن بروفايل واسميه، وبعدين هيظهر لي المربع ده كده، اختار التايم دومين واحدد التايم عشان دي ساين ويف، فهحدد تقريبا التايم اللي هو هيشتغل فيه 50 مللي سكند عشان يظهر لي شكل الساين ويف بصوره كويسه يعني واضحه، عشان ما يظهرش ساين ويف كتير قوي في الشاشه فيبقوا ضيقين وقريبين من بعض. في حاجه تانية، احنا كده الثلاثه ساين ويف دول اللي هو الفي 1 وفي 2 وفي 3 الزاويه بتاعتهم نفس الزاويه، طب انا عايز اغير الزاويه بتاعتهم، لان احنا عارفين في الثري فيز يبقى في واحد زاويته صفر وواحد زاويته 120 وواحد زاويته سالب 120، فعشان اغير الزاويه دي هاجي على اول واحد مثلا وادوس عليه دبل كليك، فهيظهر لي هيفتح لي الصفحه بتاعت الخصائص بتاعته، هاجي من عند الفيز واكتبها اغير الفيز شيفت بتاعته مثلا 120 زي ما قلنا 120، ادوس ابلاي وبعدين اقفلها، واجي عند تاني واحد اعمل الفيز شيفت بموجب 120 موجب 120 وادوس ابلاي واقفلها. تالت واحد المفروض الزاويه بتاعته تبقى صفر، فعند الفيز هي صفر اهي. خلاص كده انا حددت كل حاجه في الدايره، هشغل الدايره بقى من رن. فيجيب لي شاشه التلسكوب وبعدين اقول له اد تريس واختار له الفولت اللي على الواحد والفولت اللي على اثنين والفولت اللي على ثلاثه. لو جينا عند تريس اكسبريشن فهنلاقي كاتب في اي 1 وفي اي 2 واي 3، معنى كده ان هو يرسم الفولت اللي على اي 1 والفولت اللي على اي 2 والفولت اللي على اي 3 في نفس الرسمه. ادوس اوكي، ادي شكل الساين ويف ديت الفولت اللي على اي 1 اللي هو الفولت اللي هو الفي 1 الفي 1 احنا مغيرين بس القيم، فممكن نعدل القيم دي عشان تبقى متناسبة مع الفولت، فنسمي دي واحد ونسمي دي تلاتة ودي اتنين زي ما هي. امسحهم من الاول خلاص اوكي، كده رسم لي الثلاثه ساين ويف. اول
واحده. لو بصينا هنا تحت الجراف هنلاقيه عامل مربع اخضر وبعدين كاتب في اي واحد، يبقى اللي باللون الاخضر دوت اللي هو الفولت بتاع الاي واحد اللي هو احنا كنا عاملينه على زاويه صفر، فهنلاقيه بادئ من البدايه خالص. وتاني واحد اللي هو بالاحمر دوت هيبقى الفولت اللي على اتنين، الفولت اللي على اتنين كنا عاملين زاويته بموجب 120 اللي هو بالاحمر اهو بادئ من فوق من موجب 120. وبعدين الفولت اللي على تلاتة اللي هو بالبنفسجي دوت اللي هو الفولت اللي هو كان زاويته سالب 120، ادي سالب 120. مجرد ما الدكتور شاف الرسمة دي خلاص كده يعني كده انت نجحت. خلاص كده الرسمة دي خلصت، عرفنا طبعا بنرسمها ازاي 3 في ساين، ونحدد قيمهم وبعدين نحدد الزوايا بتاعتهم ونوصلهم ستار، وبعدين نوصل عليهم مقاومات، وبعدين بعد المقاومات نوصل الارضي، ونحدد الثلاث نقط دول عشان لما نيجي نرسم ونوصل النقطه بتاعت النيوترال بالارضي، وبعدين نعمل سيميليشن بروفايل ونحدد التايم انترفال بتاعته 50 ملي سكند وشغل، وبعدين اقول له ارسم لي العلاقه بين الفي واحد والفي اي واحد والفي اي اتنين والفي اي تلاته بس كده. نيجي الدايره اللي بعد كده، دايرة ناخد مثلا دايرة السكوير ويف او البلس بلس سورس، برضو انا رسمها ادي البلس دي دايرة البلس. هنستخدم فيها هي جهاز كده بيديني بلسات معينة، انا بحدد القيم بتاعته والوقت اللي هيدي فيه البلسات ديت، وبعدين بوصله على لود اللي هي مقاومة، اوصل بالارضي الطرف السالب بتاعه بالارضي. طب الجهاز ده بنجيبه منين واسمه ايه؟ بنجيبه برضه من مكتبة اسمه في بلس. اكتب في بلس موجود في السورس، ودي الشكل بتاعه ودي القيم بتاعته. لو اجيبه كده بيبقى شكله كده. احدد القيم ديت، القيم دي بحددها على اي اساس؟ لو عملنا زوم على الجهاز كده هنشوف شكل البلس اللي هو بيديها مرسومه جوه الجهاز. عندي ديت القيمه الابتدائيه اللي هي في واحد اللي هي قيمه الفولت العاديه اللي هي بتبقى اللو، وبعدين الفي 2 اللي هي الماكسيمم فاليو للفولت اللي هي القيمه النهائيه اللي فوق ديت. بعدين عندنا شويه تي اللي هي التايم، تي دي اللي هي الوقت اللي هيبدا عنده يرتفع بالفولت او يزود الفولت. طب ما تيجي نشغل الدايره ونرسم ونشرح على الجراف. اعمل نيو سيميليشن بروفايل وبعدين اختار التايم دومين، تايم دومين، وبعدين اختار له 100 نانو سكند، لان انا هنا الوقت اقصى وقت انا محدده 60 نانو، فانا عملت الوقت ب 100 نانو عشان يظهر لي، ممكن اعمله 120 عشان يظهر لي 2 بلس. 120 نانو او 130 نانو. بعدين اشغل الدايره طبعا انا هنا محدد نقطه اللي هي نقطه اسمها اتش ديت عشان ارسم الفولت عندها، فولت النقطة دي لما اجي ارسم يعني اقول له اد تريس وبعدين اقول له فولت الاتش اهو. ادي رسم لي 2 بلس. الوقت الفي واحد اللي هي 10 فولت اللي هي قيمة الفولت الصغير ده، هو بادئ من 10 فولت قيمة الفولت اللي هو الخط اللي تحت. الفي 2 اللي هي قيمة اقصى قيمة للفولت هيوصل لها اللي هي هتبقى 50 فولت.
طب الوقت من اول ما يبدأ لغاية ما يجي يبدأ يرتفع بالفولت اسمه الوقت دوت اللي هو التي دي، اللي هو التي دي انا محدده 10 نانو سكند. ادي عند 10 نانو سكند بدأ يطلع بالفولت. طب وصل لنهاية الماكسيمم فولت بعد كام ثانية اللي هي التي ار ب15 نانو سكند. يبقى من اول ما بدأ يرتفع بالفولت لغاية ما وصل للماكسيمم خد 15 نانو سكند. وبعدين البي دبليو اللي هي البيك البيت البالس ويتس، البالس ويتس اللي هي الوقت اللي هيقعده من اول ما يبقى ماكسيمم فاليو لغايه ما يبدا ينزل. الوقت اللي هيقعده هنا دوت 20 نانو سكند. وبعدين من اول ما يبدا ينزل لغايه ما يوصل لقيمه النورمال فولتج العاديه تاني اللي هي التي ار التي اف ب15 نانو سكند. البي اي ار ب60 نانو اللي هي الوقت بتاع البلس كامله، بلس كامله ب60 نانو من اول ما يبدا خالص، من اول ما يبدا لغايه ما ينتهي. اي حتى نلاقيها هنا على الرسمه 60 نانو سكند. وبعدين يبدا يتكرر تاني بعد 10 نانو سكند يبدا يرتفع، وبعدين بعد 15 يوصل للماكسيموم، وبعد 20 يبدا ينزل تاني، وبعد 15 يوصل للمينيمم، وهكذا يبدا يتكرر كتير. بس هو الدكتور هيطلب منا لو جه في الامتحان هيدينا الرسمه دي، هيدينا رسمه الدايره ديت، وبعدين يطلب منا نرسم الجراف. هنروح راسمين الدايره دي على البرنامج ونكتب قيم ونروح راسمين الجراف ده. خلاص كده يبقى كده احنا عملنا دايره. نيجي بعد كده دايره تانيه دايره مثلا مثلا ناخد دائرة الاكسبوننشال سورس. ديت بنستخدمها في عشان نعمل جهد الصواعق، او يعني عارفين احنا لما يبقى في صاعقة بتعمل جهد لحظي بقيمة عالية جدا وبيقل تاني زي الصورة دي كده. ده الجهد كان ماشي عادي وبعدين فجأة طلع لقيمة كبيرة جدا، طلع ب 35 كيلو فولت وبعدين نزلت تاني وراحت حاصلة برضو جهد صاعقة تاني، طلع بيبقى ترددها عالي جدا والماكسيمم فاليو بتاعتها او قيمة الفولت بتاعتها بتبقى عالية جدا. فاحنا عايزين نرسم الرسمة ديت. ففي جهاز في الاوركاد اسمه اكسبوننشال سورس، ده اللي بنستخدمه في رسم جهد الصواعق ده. ادي الدايره برضه، هو جهاز واحد متوصل على مقاومه لود ومحدد نقطه اتش عشان لما اجي ارسم، وموصل الجراوند وبحدد قيم الجهاز ديت. الدكتور هو اللي بيديني القيم ديت. الجهاز اسمه اكسبوننشال، اسمه في اكسبوننشال، في اكسبوننشال موجود في السورس برضه. وادي الشكل بتاعه. القيم ديت الفي واحد اللي هو النورمال فولتج اللي هو الجهد العادي، لو مثلا يعني لو حصل تفريغ لجهد برق لجهد صاعقة اللي هو بتاع البرق يعني اتفرغ في جهاز معين، الجهاز ده بيبقى ليه نورمال فولتج، وبعدين اول ما يتفرغ فيه الجهد ده بيوصل الجهد اللي فيه لقيمة ماكسيمم اللي هي جهد الصاعقة. فالفي واحد اللي هي النورمال فولتج بتاعه، والفي 2 اللي هي الماكسيمم فولتج اللي هي النقطه دي اللي هي اقصى قيمه هيوصل لها الجهد الصاعق ده. احنا هنا محددينها 10 فولت، قيمه صغيره يعني. وبعدين التي دي الزمن اللي هيبدا عنده، التي دي 1 الزمن اللي هيبدا عنده الجهد يزيد، اللي هو لحظه تفريغ شحنه البلس ديت، تفريغ شحنه الصاعق في الجهاز. والتي دي 2 اللي هو الزمن اللي هيوصل عنده ماكسيمم فاليو، التي دي 2 اللي هي 20 نانو سكند. التي سي 1 اللي هي النقطه اللي هيوصل عندها، اللي هيبدا يقل الفولت عندها ويوصل عند النورمال فولتج تاني. لو جينا للرسمه دي اللي هو هيبقى هنا
هيبقى في المنطقة دي، هيبدأ ايه يوصل لنفس الفولت اللي كان فيه في الأول، اللي هي هتبقى التي سي واحد. التي سي اتنين اللي هي قيمة متوسطة كده في ال هتبقى بعد ما يبدأ ينزل، بعد ما الفولت يبدأ ينزل. نيجي نرسم الجراف، هو الدكتور اللي هيديني القيم ديت كلها وانا هكتبها بس على الرسمة، وبعدين نرسم الجراف، هعمل نيو سيميوليشن بروفايل، وبعدين اختار التايم دومين واختار الزمن، لان هنا عشان الزمن اقصى زمن كان 60 نانو سكند، فانا هعمل التايم انترفال 100 نانو سكند تقريبا عشان ايه يظهر لي بلس واحدة في الشاشة. اوكي، وبعدين اشغل السيميوليشن بروفايل. وبعدين اقول له اد تريس واختار له الفي عند اتش وادوس اوكي، فراح رسم لي اهي دي البلس اللي معموله. الجهد كان في البدايه خالص احنا محددينه على الرسمه بواحد فولت، فجهد الجهد العادي واحد فولت، وبعدين هيبدا يزيد لغايه ما يوصل لماكسيمم فاليو. هو المفروض هنا المفروض يوصل لعشرة، بس هو موصلش عشان في دروب فولتج على المقاومه. كان لو قلنا المقاومه ديت خليناها 20 اوم يتغير، هي دي القيم اللي الدكتور مديها لنا. بس يعني لو غيرنا القيم شوية، قيم الوقت والفولت، شكل الموجة هيبقى شكلها افضل شوية، يعني هتبقى شبه جهد الصواعق فعلا زي الرسمة دي كده. لكن طبعا هو الدكتور مدينا قيم نشتغل عليها مش مشكلة. فلما نشتغل عليها المفروض احنا هنرسم الرسمة ونكتب القيم، نرسم الرسمة ونكتب القيم وخلاص، ونروح مطلعين جراف كده. هو ده اللي هيبقى مطلوب منا في الامتحان ان شاء الله. وبس كده ندخل على رسمة غيرها او دايرة غيرها. هو المفروض هيديني الدايرة دي ويقول لي ارسم، ويديني القيم كده ويقول لي ارسمها. بس الامتحان سهل يعني. واحنا خدنا البلس. في طب يعني انا احنا خدنا البلس بيدي برسم موجه بتديني بلس، شكل بلس معين كده. طب لو انا عايز شكل بلس مختلف يعني وليها اكتر من بيك فاليو وبقيم انترفال تايم مختلفه، اعملها ازاي؟ في جهاز اسمه بيس وايز، ممكن نجيبه من هنا. ده جهاز البيس وايز، ده جهاز البيس وايز. هو برضو جهاز عادي كده بجيبه من المكتبة، اسمه VP سوايس PW. من السورسز برضو موجود في السورسز. المفروض الجهاز ده يكون مكتوب جنبه كده القيم اللي انا هكتبها زي الجهاز بتاع الصواعق دوت. بس طبعا عشان دوت ليه قيم كتير، عشان ده ليه قيم كتير فما كتبوهاش بره، خلوها جوه. طب عشان انا عايز اكتب القيم دي هكتبها منين؟ هدوس دبل كليك على الجهاز ويفتح لي صفحه البروبرتيز بتاعته. امشي كده بالسهم اللي تحت ده لغايه الاخر، هيجيب لي هنا دوت ديت القيم بتاعته. مديني 8 اوقات احددهم، 8 اوقات انترفال و8 جهود، بحيث ان انا تي 1
في 2 3 4 5 6 7 8 و8 جهود احددهم، جهد كل نقطه، جهد كل تي في دول، جهد الجهد اللي عند التي 1 والجهد اللي عند التي 2 والجهد اللي عند التي 3 بحددهم. الدكتور برضو هيديني الرسمه ديت ويديني القيم بتاعه تي 1 وتي 2 وتي 3 لغايه 8 وقيم الجهود بتاعتهم. كل ما عليا كل المطلوب مني ان انا هرسم الرسمه كده مقاومه والفي بي سوايس واوصله بالارضي وبعدين ادخل جوه فيه هنا واكتب قيم التايم واكتب قيم الفولت. ناخد بالنا ان التايم قيم التايم هنا يعني تراكمية، يعني انا قايل له هنا التي 1 بيساوي 50 يبقى من الاول لغاية هنا ب50، التي 2 بتساوي مثلا 70 يبقى من الاول خالص برضو لغاية هنا ب70، التي 3 برضو من الاول لغاية الاخر، فما ينفعش اكتب قيمة فوق اقل من القيمة اللي تحت. حتى هتلاقيه كده كاتب 5 نانو وبعدين 10 نانو وبعدين 30 نانو وبعدين 50 نانو. فانا ببدا من البدايه خالص لغايه التايم اللي انا واقف عنده. يعني لو جينا جبنا الفرق الوقت بين التي 2 والتي 3 بين التي 3 والتي 4 هنقول 50 ناقص 30 يبقى 20، يبقى المسافه من التي 3 من التي 4 للتي 3 المسافه دي بس كده دي 20، لكن من البدايه خالص لغايه التي 4 ب 50 نانو سكند. بيديني القيم اكتبها وقيم الفولت واكتبها وبعدين اروح مشغل الدايره، اعمل نيو سيميليشن بروفايل وبعدين اختار التايم هعمل نيو سيميليشن بروفايل وبعدين اختار التايم انترفال. هو مديني هنا التايم مثلا لو جينا بصينا على الجهاز انا اكبر وقت كاتبه فيه اللي هو اخر وقت هيوصل له 800 نانو سكند. اللي هي اكبر قيمه. فانا عشان اظهر بالس واحده من اللي انا هرسمهم دول هختار التايم انترفال من نيو سيميليشن بروفايل وبعدين التايم دومين هختار التايم انترفال 1000 نانو عشان يظهر لي 800 نانو بختار قيمه اكبر شويه بحيث ان هو يظهر لي البالس كامله وبعدين ادوس اوكي. والمفروض هنا احدد نقطه عشان ارسم عندها اي نقطة اسمها ايه مثلا واختارها هنا قبل المقاومة وبعدين اشغل السيميوليشن هيجيب لي الجراف السلسكوب هقول له ارسم لي علاقة الفولت اللي على نقطة ايه والزمن ادي شكل البلس. هو عشان طبعا التايم انترفال متلخبطة شوية فالبلس مش ظاهرة زي ما الدكتور رسمها، بس طبعا القيم اللي الدكتور هيدهني في المعمل حسب ما هو يدهني هتطلع لي القيمة هتطلع لي الشكل اللي هو عايزه. هو اهي دي بلس قيمة معينة وبعدين قيمة زادت شوية وبعدين قلت تاني وبعدين مشيت بنفس القيمة دي اللي هي 20 فولت لغاية ما وصلت لاخر الانترفال بتاعتي. مجرد ما رسمت الدايرة وطلعت الجراف يبقى كده انا خلصت الدايرة، يعني مش محتاج حاجة تاني. في نيجي دايرة بعدها تاني اسمها ايه ممكن ارسم اللي هو الرسمة دي. هو عايز الرسمة ديت باستخدام البيس وايس قيمة البيك فاليو بتاعتها 10 فولت ونهايتها عند 90 نانو وهتبتدي عند 100 عند 10 نانو. نعدل هنا نسيب الاوقات اللي في النص دي مش مشكلة مادام احنا مش هنغير الفولت عندها. هو بس اول قيمة تايم هنحددها له 10 نانو سكند عند 10 نانو سكند
طيب دي تاني قيمة، لأن أول قيمة المفروض نحددها له اللي هي صفر صفر، لأن هنقول من أول قيمة اللي هي صفر صفر اللي هي صفر تايم لغاية 10 هيبدأ يزيد بالفولت. فمن صفر تايم لغاية 10 هيبدأ يزيد بالتايم، يبقى جهد النقطة صفر هتبقى بصفر، وجهد النقطة 10 اللي هي جهد تاني نقطة هتبقى 10 فولت. التالتة هنسيبها هنخليها 10 برضو، والرابعة 10، والخمسة 10، والستة 10، والسبعة 10، والأخيرة 10 فولت برضو. حددت كله 10 لأن هو هيوصل ل10 ويفضل ماشي عليها. بعدين أقفل السيميليشن، وبعدين أشغل السيميليشن بروفايل وأقول له ارسم لي علاقة الفولت اللي على اتش اللي على ايه. ايه ده، في حاجة غلط. بس جهاز البي سوايس ده الضبط بتاعه مختلف، لان انت بتحدد فوق قيمة الفولت، لكن تحت بتحدد الفرق بين الاثنين. فوق بتحدد الفرق بين الاثنين فولت، لكن تحت بتحدد قيمة الفولت نفسه. فتحت كان متحدد قيم فولت غير العشرة، يعني عشان كده الجراف كان شكله مختلف. هشغل السيميوليشن تاني، بعدين اسم علاقة ال في واحد اهو، هي دي اللي احنا كنا عايزينها. الجهد بدأ يزيد لغاية ما يوصل 10 فولت، وبعدين استمر عادي. ممكن نقلل الزمن شوية عشان الجراف يبان، بدل ما يبقى 1000 نخليه 100 بس، ونشغل. اهي ظهرت شوية، انا خدت جزء من الوقت اقل شوية عشان اظهر الجراف. يعني ممكن اخد لغاية 40 نانو سكند فيظهر لي الجزء ده بس، اللي من اول هنا للاول الجزء ده بس، فهيبان الميل دوت اكبر. ممكن نغير 40 ونشغل. فالميل بان اكبر لان الماكسيمم تايم هنا 40 نانو سكند. تمام، هو الدكتور كان عايزها لغايه 90 فاحنا نختار 90. ادي 90، كده اللي هو الدكتور عايزها. نرسم الرسمة دي، خلاص كده خلصنا الامتحان، ده لو يعني السؤال ده في الامتحان ان شاء الله. ناقص اخر حاجة، هرسم الدايرة ديت، دايرة اللي هي الريزونانس. لا مش الريزونانس، تايم دايرة الترانزينت. برضو من ال في بي دبليو اللي هو ال في بي سوايس، وهضيف مقاومة وملف ومكثف. ادي المقاومة اهي، اه
وبعدين ملف، الملف رمزه L. وادي مكثف رمزه C. ووصل المكثف الأرضي. وبعدين النقطة ايه دي هحددها هنا بقى عند المكثف، لانها يعني هعتبر ان المكثف هو اللود بتاعي، فحدد النقطة دي تبقى هنا. وعشان مفيش اسلاك فمش راضي يضيف النقطة، بس كده ضاف النقطة. نكتب قيم المقاومة، المقاومة هتبقى مش محدد، فانا هسيبها زي ما هي يعني 100 كيلو، 1 كيلو، والكويل 500 مايكرو هنري، 500 مايكرو هنري، والسي اللي هو الكاباستور 10 نانو فراد، 10 نانو فراد. وبعدين ارسم الجراف كده بقى. ده هنسيب الضبط بتاعه هو نفس الضبط بتاع البلصة اللي احنا كنا عاملينها من شوية، اللي هي كانت دي البلصة دي. وبعدين ارسم الجراف عند النقطة ايه، اهو كده رسم لي ال، ممكن نقلل التايم انترفال شوية عشان نشوف الجراف هيبقى نهايته هتبقى عاملة ازاي، فنخليها 1000 نانو سكند. اول التيار هيفضل يزيد. طيب نخليها بالثانية. الف ثانية كتير اوي. خلاص يا كابتن، عرفنا ان هي 1000 ثانية كتير. خليها 1 ثانية. كويس، 1 ثانية. واحد ثانية كتير. المهم ان احنا نرسم الدايرة، نرسم الدايرة ونطلع على الجراف اللي موجود ده. يعني بدأت تظهر شوية. طيب 50 هنعملها 50. معلش عشان الدكتور مش 5، عشان الدكتور مش مدينا التايم انترفال بتاعته عاملة ازاي، فنقعد نجرب بقى عشان نظهر الجراف كويس. نص، ممكن ناخد من عند نص ملي سكند بحيث ان هو يظهر الجزء ده بس.
اهو بس هو ده. احنا كنا واخدين في موضوع الترانزينت دوت، كنا ممكن كان ممكن كنا بنلاقي مثلا الفولت بيزيد زيادة لحظية كده وبعدين يبدأ يثبت، يا اما بيزيد زيادة متدرجة كده لغاية ما يوصل برضو نقطة معينة. ممكن نرسمها على الرسام. الفولت مثلا بيزيد كده، دي الاكسس، يا اما كان بيزيد مرة واحدة كده ويبدأ يثبت، يا اما كان بيزيد كده، يا اما كان بيبقى بيقعد يتردد كده لغاية ما يثبت. دول الثلاث حالات بتوع الترانزيانت اللي احنا خدناهم، اللي هي دامبنج واوفر دامبنج واندر دامبنج والكريتيكال. فديت الحالة، حالة منهم اللي هي ظهر لنا ديت على المكثف. المهم هو احنا مطلوب منا ان احنا نظهر الجراف ده وخلاص، بس كده. خلاص انا خلصت شرح. يا رب يكون الشرح سلس وسهل، وان شاء الله يا رب تفهمه، وبالتوفيق ان شاء الله في الامتحان. السلام عليكم.